الله الوطن الملك. الدول اللي كنضمها اليوم كتجي في اطار احتفالات الشعب المغربي بالسنه الامازيغيه وراس السنه الامازيغيه 1974. الندوه كتضمها المديريه الجهويه وزاره التواصل وغرفه التجاره والصناعه والخدمات بجهه مراكش اسفي، احتفاء طبعا بالسنه الامازيغيه 1974، واللي يعني كتجي في هذه الخصوصيه في سياق هذه السنه ديال تمثيلها اي راس السنه او ترسيمها راس سنة أمازيغية مؤدة عنها بتعليمات ملكية وبقرار ملكي بعد المنعطف التاريخي لدسرة الأمازيغية في دستور 2011، واعتمادها لغة رسمية إلى جانب العربية ورصيد مشترك المغاربة بدون استثناء. المعرض كيتكون من 28 قطعة، 28 لوحة، ويعني كيوثق هذه المراحل من خلال خطب مقتطفات من خطب ملكية وتعيينات ملكية، وأيضا من خلال قوانين تنظيمية كيوثق هذه المرحلة وهذا المسار ديال والأشواط اللي قطعتها، يعني الأشواط اللي قطعها ترسيم اللغة الأمازيغية في إطار الهوية المغربية بعد تولي جلالة الملك العرش أسلافه الميامين، وأيضا من خلال طبعا الندوة ومن خلال أيضا الإعلان لجلالة الملك على إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللي تسندت ليه مهام إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة منها الإعلام والتعليم. فهذا الإطار كتجي هذه الندوة كتجي في هذا الإطار لتسليط المزيد من الضوء، إلقاء المزيد من الضوء وإبراز دور الإعلام في والمرة كما هو في مجال تعزيز وإدماج اللغة الأمازيغية، على اعتبار أن الإعلام يعد مدخل من المداخل الرئيسية لترسيخ الثقافة واللغة الأمازيغية. وزارة الثقافة هنا ننشر لها وزارة التواصل عفوا قامت ولا زالت، يعني وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت ولا زالت يعني بمجهودات متواصلة من أجل تثمين وترسيخ وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية تماشيا مع العناية التي توليها الحكومة الورش تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية لهذا المكون من الهوية المغربية، وطبعا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله في هذا الإطار. شكرا لكم. جينا اليوم باش أننا في إطار هذا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية اللي كنحتفلوا به لأول مرة رسميا بعد القرار الملكي، وجينا بأنه طرحات مديرية الثقافة موضوع ديال الندوة اللي هو الأمازيغية في الإعلام. في الحقيقة أن هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات هو موضوع راهني، خصوصا أننا في المغرب ما بعد دستور 2011، يعني أنه مرة أزيد من عقد على دسارة وترسيم اللغة الأمازيغية والثقافة والهوية الأمازيغية، ومرور تقريبا 5 سنوات على إصدار القانون التنظيمي 26/16. يعني أننا اليوم في مرحلة ما غاديش نقولوا أنها تقييمية، لكن غادي نوقفوا على المكتسبات اللي تحققت، خصوصا اللي حققت على الأمازيغية في الإعلام، وأشنو حقق الإعلام الأمازيغي بصفة عامة. وغادي نوقفوا من ناحية التحديات ومن ناحية شنو خاصنا والمستوى التطلعات ديالنا. بالنسبة للأهمية ديال الأمازيغية في الإعلام، كنعرفوا فاش تنهضروا على الأمازيغية تنهضروا عليها بصفتها الشمولية، ما كنقتصروش فقط على اللغة، تنهضروا عليها بصفتها هوية، ثقافة، كينونة، يعني أنها تاريخ عريق ديال هذا البلد. الأمازيغية حاليا هي مجال خاص في الحقيقة، حيت مازال ما تدرش عليها بحوث بزاف، ما تدرش عليها خصوصا فيما يتعلق بالوثائقيات، فهي صراحة مجال خاص يجب العناية به وتسويقها، لأن حقيقة الوطن ديالنا كيزخر بمؤهلات ثقافية هامة يجب تسويقها. إذا بالنسبة للمداخلة ديالي في هاد الندوة تتناول كيفاش شرطوا الأمازيغية لغة التواصل في المجتمع المغربي،
واستغليت هنا الجانب ديال 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 الثقافه او ما يسمى بالصناعه الثقافيه. الصناعه الثقافيه اللي تدخل فيها التلفزه وتدخل فيها السينما وتدخل فيها المسرح وتدخل فيها كذلك الانترنت مختلف كم المدونات والمواقع كذلك وكذلك بالنسبه ليوتيوب وكذلك الفيسبوك جميع هذه القضيه وتستغل فيها كذلك اللوحات الاشهاريه اللي تكون ضوئيه. اذا هذه كلها مثلا هذه كلها امكانات تساعدنا على 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 ايصال هذه اللغه الى الناس بمختلفهم وكذلك الالعاب ديال الفيديو ديال الاطفال كذلك والكبار حتى هي كذلك اله من اليات ديال ممكن تاخذ صبغه وظيفيه في ايصال هذه اللغه الى الاطفال، خاصه تنعرفوا ان الاطفال تتواصلوا مع جميع لغات العالم من خلال هذه البرامج ديال الالعاب الكورية واليابانية والصينية بمختلف كذلك. لو أننا عملنا على إدخال الأمازيغية إلى هذه البرامج يكون أفضل لذاك الطفل اللي تيكون مغربي تيتواصل بلغات مختلفة، نترجموا ليه داك الشيء وندخلوا ليه العربي ندخلوا ليه الأمازيغية وبيفهم. كذلك تنحاول مثلا نستغل هذه الميزات باش يتميز مثلا القطاع الجغرافي الأمازيغي بالطبيعة ديالو، الجبال والغابات والبحار والرمال وكذلك جميع هذا الشيء اللي عنده مثلا من الأشجار وهذا الشيء، وكذلك المنتوج الثقافي اللي عنده مثلا في الوثائق والمخطوطات وكذلك مجموعة من والعلوم الشرعية ومجموعة من المكتبات اللي عنده مثلا ومجموعة من الزوايا وكذلك المساجد والمدارس العتيقة. إذا نستغلوا مثلا هاد الفضاءات أو هاد الميزات اللي تتميز بها هذا المجال الجغرافي الأمازيغي ونحاولوا نعملوا من خلاله على استقطاب الناس وكذلك على مثلا عمل معارض وكذلك على إيصال هذه اللغة ديالنا من خلال هذه القطاعات، خصوصا أن تنعرفوا هذا الشيء كله بدات يدخل الآن في الصناعات الثقافية، والصناعة الثقافية هي صناعة رمزية وتيكون الآن الدول كلها تتخص لها مجموعة من ميزانية قوية وبها تتحاول تبلغ ثقافتها إلى الآخر. تنحضروا لهذه الندوة ديال الأمازيغية في الإعلام تحت شعار الأمازيغية مكون رئيسي للهوية المغربية في إطار الاستراتيجية ديال الدولة اللي نهجتها في إطار الاعتراف بهذا المكون الأساسي من مكونات الثقافة المغربية اللي هو المكون الأمازيغي. تنعرفوا بأنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش الأسلاف ديالو وهو تيعطي واحد الديناميكية واحد الحركية لهذا السي ديال اللغة الأمازيغية، وفعلا تحققوا مجموعة من المكاسب على مستوى الدستور ولات دسترة هذه اللغة الأمازيغية ولات على مستوى المناهج التعليمية لقات واحد الصدى طيب على مستوى البرامج الدراسية والمناهج الدراسية ولا على مستوى الجامعات كأطروحات ديال الدكتوراه أو ماستر في مجال الأمازيغية. بالتالي أن الأمازيغية تدمجت في جميع المرافق ديال الدولة بما فيها المحاكم المستشفيات واحد مجموعة من القطاعات اللي ولات فيها واحد الحركية تواصلية مهمة وتتعطينا بأن هذا المكون ديال الأمازيغية باقي غادي يحقق طفرات مهمة في مجموعة من المجالات، لأنه صحيح أنه كاين واحد التصالح معها بشكل كبير جيد والاستراتيجية ديال الدولة في هذا المجال غادي مزيان، والإعلام تلعب دور أساسي في الرؤية الاستراتيجية لهذا المكون، لأنه بدون إعلام ممكن لنا نحقق حتى شي حاجة. الإعلام هو الوسيلة الوحيدة اللي تتعطينا واحد التواصل أفقي وعمودي على جميع المستويات، وبالتالي تنوصلوا الأهداف اللي بغينا نحققوها من هذه الندوة. هذه الندوة من طبيعة الحال تدخل في إطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل في إطار من تنظيم المديرية الجهوية للتواصل تحت إشراف الأستاذة نفيسة بالبركة المديرة الجهوية ديال قطاع التواصل في مراكش، ومن طبيعة الحال بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات اللي تيفتحوا بابهم لهذا النوع من الأنشطة الهادفة والمهمة واللي تدخل في إطار العمل ديال الدولة بصفة عامة. تنشكر موقع الإخبارية، شكرا لكم.